صباح الخير عليكم ولادنا وبناتنا في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سر التفوق. النهاردة معانا فريق جديد، فريق طبعا البنات وفريق الولاد. تعالوا نتعرف عليهم وبعدين نقول لهم شروط مسابقتنا النهاردة. تعالوا نبدأ بالبنات، عرفينا بنفسك. اتفضلي. اسمي داليا صلاح من الشيخ غريب جلال. سنة كام يا داليا؟ دخلت تالتة اعدادي. صورة. اتفضلي. كوثر. كوثر عزت، مدرسة الشيخ غريب جلال. راح سنة كام يا كوثر؟ تالتة اعدادي. حلو قوي. طب ننتقل لفريق الولاد. اتفضلي. محمد احمد، مدرسة السيدة خديجة. اهلا وسهلا. محمود ابراهيم، مدرسة الشيخ غريب جلال. وبعد ما اتعرفنا على فريقنا اللي هيكون شكله قوي جدا، لان انا شايف البنات متحمسين عن الولاد اكتر كمان كالعاده يعني، خلوني اقول لهم مسابقتنا النهارده هتدور ازاي. طبعا انتوا عارفين سر التفوق، يعني احنا بنشوف مين فيكم اكتر عنده معلومات عامه، معلومات ممكن تكون مرتبطه بطبيعه المنهج اللي احنا درسناه، ممكن تكون معلومات محتاجه شويه ثقافه خارجيه. عندنا سؤال هيروح لفريق البنات وبعدين سؤال هيروح لفريق الولاد، ومع كل فريق 30 ثانيه هيبدا يفكر فيهم في الاجابه، ومع الثانيه 29 وخلاص رايحين ل 30 نبدا نقول الاجابه بتاعتنا. فلو سمحتوا مش هنتسرع ونفكر قبل ما نجاوب، وزي ما انا متعودة نقول لكم دايما في الاختيارات بنستبعد الخطأ لو احنا مش عارفين الاجابة، يعني بنشوف الخطأ فين ونستبعده عشان نوصل للاجابة الصح. ايه رأيكم نبدأ؟ نبدأ؟ خلونا نبدأ مع فريق البنات ومع اول سؤال. السؤال بيقول، هيظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة السؤال، في اي شهر تم افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015؟ شهر كام افتتحت قناة السويس الجديدة في 2015؟ هل هو شهر مارس؟ هل هو شهر ابريل؟ ام شهر اغسطس؟ ام شهر سبتمبر؟ هيبدأ العد معانا دلوقتي على الشاشة وهنبدأ ناخد من البنات اجابة صحيحة بعد انتهاء الثانية 30. خلينا نفكر، كانت امتى افتتاح قناة السويس الجديدة اللي عملنا لها احتفالات كبيرة جدا 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 وعملنا لها دعاية حلوة جدا؟ احنا عارفين اهمية قناة السويس بالنسبة للعالم. فكرتوا؟ نشوف العداد وصل لكام. العداد بدأ يعد. طب خلينا، لا خلينا بعد ما ناخد فرصتنا كاملة عشان لو غلطتوا يبقى مالكوش اي حجة. احنا عارفين طبعا قناة السويس الجديدة من اهم المشروعات الاقتصادية اللي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا عارفين قناة السويس الجديدة كمان تم انشائها خصيصا عشان تقلل ساعات الانتظار اللي كانت بتكون في قوافل الجنوب وقوافل الشمال. باقي 3 ثواني وهاخد منكم إجابة صحيحة. هتبقى شهر أغسطس. شهر أغسطس. تفتكروا الإجابة صحيحة؟ تعالوا نشوف الإجابة الصحيحة هي إيه. شهر أغسطس الإجابة صحيحة. برافو عليكم. فعلا تم افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس من عام 2015، وكده البنات معاهم نقطة. كده فريق البنات معانا نقطة، ومستنين فريق الولاد هيعادل النتيجة ولا هيخسر نقطة. تعالوا نروح لسؤال. السؤال الجاي بيقول، ايه هي المادة التي تعطي للخضروات لونها الاخضر؟ خلينا نفكر. لا لا لا، مش عايزة نستعجل. انا عايزة دايما، على فكرة هدف رئيسي من برنامج سر التفوق ان احنا ما نستعجلش، يعني نفكر ونتأنى كده قبل ما نجاوب. هل هي مادة الكلور ولا الكلوريد ولا الكربون ولا الكلوروفيل؟ بدأ العد معانا وخلينا نفكر، مش عايزين نتسرع. دي مادة تخلي ورقة النبات لونها أخضر. انتوا علمي ولا أدبي؟ علمي. علمي، بقى كده تجاوبوا صح. باقي معانا 7 ثواني. ستة. لما العداد يقف بالظبط هاخد منكم إجابة. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة عند الكلوروفيل. الكلوروفيل. طب تعالوا نشوف انتوا جاوبتوا صح ولا غلط. ممكن. طب الكربون ممكن؟ لا. ليه لا؟ خدناها في الاحياء. خدتوها في الاحياء، هم شاطرين واضح. يعني فعلا الاجابه الصحيحه هي الكلوروفيل. وكده فريق الولاد دي مع نقطه كده متعادلين. تعالوا نشوف فريق البنات السؤال بتاعهم بيقول ايه. سؤال فريق البنات بيقول، محيط لا تطل عليه اي دوله عربيه. احنا عارفين الدول العربيه بتاعتنا 22 دوله بتمر على او بتطل على اكتر من محيط، بس المحيط اللي احنا هنشوفه ده مش بيطل عليه الوطن العربي خالص، مش بيشوفه الوطن العربي. هل هو الهادي ام الهندي ام الاطلنطي ام القطبي الشمالي؟ وهاخد منكم اجابه اول ما العداد يخلص. خلينا نشوف. خلينا نشوف.
لا خلينا نشوف الاول ونفكر. بعد ما العداد يخلص هنبدا نفكر. محيط ما بتطلش عليه اي دوله عربيه ولا اي دوله عربيه بتطل عليه. انا سامعه اجابات صحيحه، يعني سامعه اجابات. معانا ثانية، خلاص هاخد منكم الإجابة، اتفضلوا. يبقى المحيط الهادي. طب أنا سمعت إجابة كمان مع المحيط الهادي. القطب الشمالي. برافو عليكم. السؤال ده أنا حطاه علشان الولاد يعرفوا إنه إحنا لا بنطل على المحيط الهادي ولا المحيط القطبي الشمالي. أيوة ماشي. الدول العربية كلها بتطل على المحيط الأطلنطي والهندي. يبقى الاثنين اللي مش بنطل عليهم هما المحيط الهادي والقطبي الشمالي، وإجابة صحيحة. وكمان فريق البنات بياخد نقطة. خلينا نروح لفريق الولاد. السؤال اللي بعد كده بيقول اعلى درجة في مقياس ريختر. عارفين مقياس ريختر؟ اكتشفه العالم الالماني ريختر، وده مقياس بيقيس ايه؟ شدة الزلازل. برافو عليكم، ممتازين. طب هو اعلى بقى درجة ممكن يسجلها المقياس ده، هل هي 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12؟ وهاخد منكم الاجابة بعد ما العداد يخلص. يلا نفكر. اعلى مقياس في ريختر 10 9 11 ولا 12؟ فكر كده. وزلزال ممكن يبقى زلزال مقياسه كام ريختر؟ عارفين اكتر منطقه في العالم بيحصل فيها زلازل هي المنطقه اللي بتطل على المحيط الهادي، صح؟ طيب اتفضل. هتبقى 10. 10 جواب نهائي؟ جواب نهائي. جواب نهائي. للأسف يا شباب خسرتوا نقطة. 12. الشباب كده خسروا نقطة علشان أعلى مقياس، أعلى درجة في مقياس ريختر هي كانت 12، ودايما بتسجلها سواحل المحيط الهادي. فكده البنات معهم فرصة أكبر. تعالوا نشوف البنات سؤالهم هيخسرهم ولا يخليهم يعني يفوزوا على الولاد. تعالوا نشوف سؤال البنات. بيقول مجلة أسسها المفكر الكبير جمال الدين الأفغاني، هل هي اللواء ام الوقائع المصريه ام جريده المؤيد ام جريده العروه الوثقى؟ والعداد هيبدا يعد وبعدين نفكر. هو مفيش اتنينات تاني خلاص. ما انا عارفه، يعني احنا بقى خلينا نستبعد. طيب خلينا نفكر، معانا 18 ثانيه. ها؟ جريدة أسسها المفكر الكبير، وكان معاه الشيخ كبير محمد عبده، يعني الشيخ محمد عبده كان معاه في هذه الجريدة. أخد إجابة؟ أوكي. المؤيد. المؤيد جواب نهائي؟ للأسف مش جريدة المؤيد. المجلة اللي أسسها الشيخ جمال الدين الأفغاني وكان معاه الإمام محمد عبده في الوقت ده كان اسمها جريدة العروة الوثقى، والجريده دي كانت بتطلع من باريس علشان تندد بالاحتلال البريطاني في مصر. فكده البنات خسروا نقطه. نشوف بقى الولاد هيتعادلوا ولا لا. تعال نروح للسؤال اللي بعد كده. الولاد السؤال بيقول لكم الاسم الحالي للقسطنطينيه. القسطنطينيه دي كانت عاصمه الدوله البيزنطيه وبعد كده انتقلت بقت تركيا. هل هي انقره ام اسطنبول ام ازميل ام انطاليا؟ خلينا نفكر مع بدايه العداد. العداد بدا يعد. هي انقره. كل دول مدن في تركيا. خلينا نفكر. قسطنطينيه دلوقتي بقى اسمها ايه؟ اسمها الموجود دلوقتي فيه في تركيا. انقره، اسطنبول، ازميل، انطاليا. عندكم اجابه؟ متأكدين منها؟ مش متأكدين؟ واثقين من الفوز يعني؟ طيب خلينا ناخد منكم إجابة، اتفضل يا محمد. هتبقى اسطنبول؟ اسطنبول، تفتكروا إجابة صح؟ صح. كنتوا متأكدين يعني؟ مش أنقرة؟ ولا أنطاليا؟ فعلا الإجابة صحيحة، كده فريق الولاد معاهم نقطة، يبقى احنا كده معانا نقطتين لفريق البنات ونقطتين لفريق الولاد، وفريق الولاد عادل فريق البنات. برافو عليك. السؤال بعد كده بيقول
الصفويين في معركة جلديران. هزم الصفويين في معركة جلديران. هل هو هتلر؟ هل هو تومان باي؟ هل هو سليم الأول؟ ولا قطز؟ وخلينا نفكر يا بنات، السؤال عندكم صح؟ خلينا نفكر، هل معركة جلديران اللي دارت في إيران سنة 1514 كانت بين قوتين، الصفويين والعثمانيين، يا ترى مين قائد العثمانيين في الوقت ده؟ اديني قربتها لكم اهو. هل هو هتلر ام تومان باي ام سليم الاول ولا قطز؟ باقي 5 ثواني. لو عرفنا مين في دول قائد عثماني اكيد الاجابه هتبقى واضحه. سليم الاول. سليم الاول. تفتكروا الاجابه صح؟ اجابتهم صح يا شباب؟ يعني هما كده خدوا نقطه؟ خدوا نقطه البنات. وفعلا اللي قائد معركه جلديران هو سليم الاول، وانتصر ساعتها على الشاه اسماعيل. اجابه كده البنات معاهم 3 نقط. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده، فريق الاولاد هيعادلوا ولا هنفضل عند النقطتين؟ هنعادل ان شاء الله. نعادل. انا واثقه فيكم على فكره، كلكم حماسه كده. تعالوا نشوف السؤال بعد كده. بيقول توجد بحيرة ميتشيغان في دولة، هل هي الولايات المتحدة الأمريكية أم أستراليا أم دولة المكسيك أم كندا؟ خلينا نفكر قبل ما نجاوب. بحيرة ميتشيغان دي بحيرة من البحيرات الخمسة العظمى. احنا عندنا البحيرات الخمسة العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الاثنين واقعين كلهم جنب بعض في حدودهم نفس حدود الدولتين، ما عدا بحيرة ميتشيغان تقع بأكملها داخل دولة. هل هي المكسيك ولا أستراليا ولا كندا ولا الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناخد منكم الإجابة بعد 17 سنة. بحيرة ميتشيغان كلها تقع في دولة، كلها كده على بعضها. احنا عندنا ايري، هورن، ميتشيغان، سوبيريو، انتريو، دي الخمس بحيرات الخمس العظمى، كلهم زي ما قلت لكم كده واقعين بين دولتين ما عدا ميتشيغان. دي البحيره الوحيده اللي واقعه كلها داخل دوله واحده. المكسيك. مكسيك. جواب نهائي. تعالوا نشوف. توجد بحيره ميتشيغان في الولايات المتحده الامريكيه. للاسف اجابه كانتش صحيحه. بحيرة ميتشيغان زي ما قلت لكم هي البحيرة الوحيدة من الخمس بحيرات العظمى اللي بتقع بأكملها داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديد تقع عليها ولاية شيكاغو. يعني الولاية بتاعت شيكاغو وقع على هذه البحيرة. خلاص بقى احنا خدناها المعلومة دي مش هننساها تاني صح؟ صح. كده لسه فريق البنات متقدم. تعالوا نروح لسؤالهم ونشوف هيقولوا ايه. السؤال اللي بعده بيقول أصغر دولة في العالم، هل هي البحرين؟ هل هي جيبوتي؟ ام الفاتيكان؟ ام دولة تونس؟ وخلينا نركز ان هي اصغر دولة ان جنرال في العالم. في العالم مش في المحيط. بالظبط. انا عشان انا فاهمه انتوا هتروحوا فين. ايوه ماشي. هي اصغر دولة في العالم. على فكرة مساحتها اقل من نص كيلو. يعني مساحتها اقل من نص كيلو. عدد سكانها تقريبا ما تجاوزت 1000. يا ترى هي بقى مين في دول؟ بحرين، جيبوتي، الفاتيكان، عندنا اجابه ولا تونس؟ ها فكروا كده. هاخد منكم اجابه بعد ثانيتين. ماشي. عندك الفاتيكان. جواب نهائي؟ اه جواب نهائي. متاكدين؟ متاكدين. اه طب هي الفاتيكان بتقع في دوله قاره ايه؟ ها هو عندنا اصلا ان هي جيبوتي دوله عربيه، والبحرين كانوا البحرين اصغر من جيبوتي، فاكيد يعني. تمام، برافو عليكم، الإجابة صحيحة، لأن فعلا أصغر دولة في العالم هي دولة الفاتيكان. كده فريق البنات مع 4 نقط. في اكتساح لفريق البنات. تعرفوا دايما أن البنات متقدمات، يعني مش بس شاطرين، لا ده شاطرين وعندهم ثقافة عامة وعندهم معلومات إسرائيلية كتيرة جدا جدا. مش مكتفيين بس على فكرة، فريق البنات أصغر من فريق الولاد، خدوا بالكم عشان تعرفوا بس أن إحنا نساء قادمات. صح ولا لا يا بنات؟ صح طبعا. تعالوا نشوف فريق الولاد.
اصغر او من البحار المغلقه في العالم. يا ترى ده البحر الاحمر ولا البحر الكاريبي ولا بحر قزوين ولا بحر الصين؟ خلينا نفكر. هنبدا مع العدد. بحر مغلق يعني ما بيطلش على بحار ولا محيطات ولا اي حاجه، هو بحر داخلي مغلق. هل هو الاحمر؟ هل هو الكاريبي ولا القزوين ولا الصين؟ تنفكر؟ عندنا الاجابه بجد؟ واثقين المره دي؟ هناخد نقطه يعني ان شاء الله. متاكدين؟ طب خلاص يا ساعه بالوقت، اجري بسرعه عشان نعرف الاولاد هيتفوقوا ولا هيحاولوا يعدلوا النتيجه يعني. طيب خلينا نفكر. ها هاخد اجابه من مين؟ قزوين. بحر قزوين. متاكد؟ متاكد يا محمد؟ يعني جواب نهائي؟ جاوبوا صح يا بنات. فعلا اكبر من البحار المغلقه، ويعد من اكبر البحار المغلقه في العالم، فعلا هو بحر قزوين. الاجابه صحيحه. وكده الولاد معاهم 3 نقط، قربوا لكم جدا على فكره. يعني خدوا بالكم ان هم بداوا ايه يعني متقدمين خالص. عادي يعني انا واثقه فيكم. السؤال اللي بعد كده بيقول: حصل الدكتور احمد زويل رحمه الله عليه على جائزه نوبل في، هل هي الفيزياء، هي ناقصياء الفيزياء ام الكيمياء ام الاحياء ام الهندسه؟ دكتور احمد زويل رحمه الله عليه احد العلماء الكبار في مصر اللي حصل على جائزه نوبل ورفع اسم مصر بين الامم علشان اكتشف الفيمتو ثانيه، ودي حاجه بتفصل بين الثانيه والثانيه، حاجه كده صغننه جدا جدا. فيا ترى دي كانت علم الفيزياء ام الكيمياء ام الاحياء ام الهندسه؟ عندكم الاجابه؟ متاكدين؟ ده ايه الثقه دي؟ ايه الثقه اللي في البنات دي؟ طيب خلينا نشوف بعد ثانيتين الاجابه هتكون ايه. عن الفيزياء. الفيزياء. متاكدين؟ الفيزياء. وجواب نهائي؟ للاسف. ليه؟ جواب مش صح. ليه؟ كيمياء. لان الدكتور احمد زويل اخذ جائزه نوبل في الكيمياء مش الفيزياء. دكتور احمد زويل لما حصل على جائزه نوبل حصل عليها في الكيمياء مش الفيزياء، وده كان نتيجة اختراعه للفيمتو ثانية، ودي حاجة بتصور جزيئات. انا افتكرتها. جزيئات الذرة. الذرة دي فين؟ في الكيمياء. في الكيمياء. حاجة مهمة جدا عايز اعلمها لكم، اوعوا تتسرعوا. انتوا كان عندكم الاجابة على فكرة حاضرة، بس انتوا حصل عندكم لبس بين الكيمياء والفيزياء. الفيمتو ثانية دي بتصور حركة الذرة في الفيمتو ثانية، فالذرة دي ايه؟ كيمياء. كيمياء. فهنا البنات خسروا نقطة. فهنشوف بقى السؤال الجاي عند الولاد. هو كده انتوا 4 هما 3، تفتكروا هتعادلوه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. تعالوا نشوف الولاد هيعادلوهم ولا لا. هيعادلونا. مكتشف الدوره الدمويه، واضح ان هما عارفين الاجابه على فكره. هل هو ابن سينا ام ابن النفيس ام الفارابي ام ابن البيطار؟ ها يلا، فين بتوع العلوم هنا؟ فين العلم؟ علوم الرياضه. علم الرياضه للاسف. طيب خلينا نفكر. مين مكتشف الدوره الدمويه؟ في الدوره الدمويه دي اصلا علم اكتشفه. كنا في ثانيه اعدادي السنه اللي فاتت. لا بس انا مش هديكم فرصه ان انتوا يعني تباصوا السؤال وكده، لا مش هعمل كده. مش هعمل كده، خلينا نخليهم يتقدموا شويه. يلا معانا 5 ثواني، فكروا كده يعني يمكن تيجي صح. هل هو ابن سينا ام ابن نفيس ام الفارابي ام ابن البيطار؟ تبقى ابن سينا. جاوبوا صح يا بنات. لا ابن النفيس. ابن النفيس. فعلا الاجابه مش صح يا شباب، عشان مكتشف الدوره الدمويه هو ابن النفيس. احد علماء العرب اللي اكتشف ضخ الدوره الدمويه في جسم الانسان بيبدا منين وينتهي فين. بس مش معنى ان انتوا جاوبتوا ان انا هديكوا الدرجه. ماشي اوكي. لا خلاص انتوا لسه متقدمين برضه. خلينا نروح للسؤال اللي بعد كده. خلص مصر من حكم الفرس. مصر كان بيحكمها الفرس من 525 قبل الميلاد. اللي خلص بقى مصر من حكم الفرس ده، هل هو الاسكندر الاكبر ام ابسماتك الاول ام تحتمس الثالث ام رمسيس الثاني؟ ونفكر قبل ما نجاوب. هنرجع شويه لاولى اعدادي على فكره، يعني ارجعوا كده سنه كمان. مين اللي حرر مصر من حكم الفرس؟ كان الفرس بيحكموا مصر من 525 قبل الميلاد،
وكان بيحكموا مصر بالشدة والعنف وبيعاملوا المصريين معاملة سيئة جدا. دي واحد لو قلت جنسيته ايه هتعرفوا. حرر مصر من حكم الفورس سنة 332 قبل الميلاد. هل هو اسكندر ابسماتيك تحتمس رمسيس الثاني؟ الإجابة هنقول الاسكندر. اسكندر متأكدين؟ لا جاوبوا صح. جاوبوا صح. لا هما المرة دي جاوبوا صح. فعلا اللي خلص مصر من حكم الفرس هو الاسكندر الأكبر. وده زي ما احنا عارفين جه من مقدونيا علشان يشوف الأحوال الموجودة في مصر، إنه كان معجب جدا 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 بالطبيعة المصرية وبموقع مصر الجغرافي المتميز. في النهاية راح الإسكندر الأكبر حرر مصر من حكم الفرس وراح معبد الإله أمون وقدم الكرابين للآلهة، عشان كده المصريين حبوه جدا 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 ولقبوه بابن الإله أمون. ده من أحد ألقاب الإسكندر الأكبر. فهو طبعا ما كانش لا أبسماتيك ولا تحتمس ولا رمسيس. معلومات بقى زيادة كده، أبسماتيك ده حرر مصر من الآشوريين، تحتمس الثالث اللي انتصر في معركة مجدو طبعا المعركة العظيمة اللي عمل بيها بعد كده إمبراطورية كبيرة جدا وضخمة، وبعد كده رمسيس الثالث اللي عمل تاني اللي عمل أكبر معاهدة سلام في العالم مع الحيثيين. البنات كده معاها 5 نقط. الولاد بدأت علامات الإحباط تبان ولا إيه؟ لا 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 احنا لسه في أسئلة كتير، وبعدين في سؤال في الآخر لو في وقت يعني قدرنا نعمله ممكن تتفوق عليهم فيه. ممكن. تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. تقع قمة مونت بلان في، هل هي جبال الهيمالايا ولا الألب ولا جبال روكي ولا جبال الحاجز الكبير؟ يلا نفكر كده. مونت بلان، ها فكر ما نسرعش. قمة مونت بلان موجودة في قارة أوروبا بالمناسبة، يعني بتعد من أعلى القمم الجبلية في جبال معينة من دول، يعني أعلى قمة كده موجودة اسمها قمة مونت بلان. يا ترى بقى هي في أي جبال من دول، أي سلاسل جبلية؟ تبقى في جبال الهيمالايا. ومتسرع ومستنتش العداد يخلص، ده أنا مش هديك درجة، ده أنا هخصم منك درجتين. أنا قلت أوروبا. أوروبا اوروبا والهيمالايا. هي الارض كرويه يا محمد يا محمود، بس مش معنى ان الارض كرويه ان اوروبا تروح مكان اسيا واسيا تيجي مكان اوروبا. قمه مونت بلان احد القمم الجبليه الموجوده في جبال الألب، ودي اعلى قمه جبليه داخل قاره اوروبا. قمه ايفرست هي اللي في الهيمالايا. قمه روكي اسمها قمه ويتني، دي اللي موجوده في روكي، وطبعا روكي في امريكا الشماليه. يبقى احنا كده عارفين شايفين انا معاكم ايه بصراحه. بقول لكم البنات اشطر. هنعوض. طيب هنشوف السؤال بعد كده عند البنات. ترأس حزب الوفد بعد سعد زغلول، يعني بعد سعد زغلول ما توفى سنه 1927 هو كان رئيس حزب الوفد في الوقت ده بعديها بعد وفاه سعد زغلول. هل هو مصطفى باشا نحاس؟ هل هو مصطفى كامل؟ هل هو اسماعيل صدقي ام عبد الخالق ثروت؟ خلينا نفكر مع العداد وبلاش نتسرع. حزب الوفد من الاحزاب السياسيه المهمه جدا اللي قامت بعد تصريح، بعد كمان انتهاء الحرب العالميه الاولى سنه 1918، وكانت بتطالب بحاجات كثيره من اهمها الجلاء والدستور ان احنا يكون عندنا حكومة برلمانية، وفعلا حققت ده في عهد سعد زغلول. بس مين بقى اللي مسك حزب الوفد بعد وفاة سعد زغلول؟ هاخد الإجابة منكم بعد ثانية. اتفضلي. مصطفى كامل. لا 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 اتفضلي، أنا عايزة أجاوب نهائي. جاوب نهائي؟ ممكن يكون مصطفى النحاس ده؟ لا أنا مش عايزة ممكن، أنا عايزة جواب نهائي. مش عارفة، لا مش شايفة. مصطفى النحاس، مصطفى كامل، كان عندنا قبل كده إسماعيل صدقي ولا عبد الخالق ثروت؟ ممكن يكون. فكروا، انا خلاص الوقت المفروض خلص. يلا انا عايزه اجاوب نهائي. مصطفى كامل. مصطفى كامل؟ لا عايزه اجاوب نهائي. مصطفى نحاس خلاص. مصطفى نحاس جاوب نهائي. مصطفى كامل. ها اتفقوا.
نحاس ولا مصطفى كامل؟ يلا انا عايزه بعد ثانيه بالظبط اجابه صحيحه. خلاص قولي وانا وعليك ماشي دعوه. يلا مصطفى كامل. للاسف كوثر كانت صح. مش قلت لك يا شيخ. اللي ترأس حزب الوفد بعد وفاة سعد زغلول كان مصطفى باشا النحاس، من احد أعمدة الحزب الوفد في الوقت ده، ومن الناس الوطنيين جدا اللي بيشهد لها التاريخ بوطنيته في قضية استقلال مصر من بعد صدور كمان تصريح 28 فبراير. فياريت كنتي سمعتي كلام كوثر. على فكرة بالمناسبة مصطفى كامل أسس حزب اسمه الحزب الوطني، وده كان 1907، فما كانش فيه علاقه بين مصطفى النحاس ومصطفى كامل غير في اول اسم بس، مصطفى ومصطفى، لكن ده حزب وطني وده حزب الوفد. وكده البنات خسروا نقطه، كده لسه واقفين عند 5 نقط والولاد عند 3. تعالوا نشوف فريق الولاد ممكن يعدل، تفتكروا؟ اه. طب يلا السؤال بعد كده، اول والي اسلامي لمصر، يعني اول والي جه مصر بعد الفتح العربي الاسلامي في 641 ميلاديه، هل هو عبد الله بن ابي السرح، هل هو عمرو بن العاص، هل هو جوهر الصقلي، ام معاويه بن ابي سفيان؟ وخلينا نفكر الاول، اول والي مصر في فتره ما بعد الفتح العربي الاسلامي، يعني مصر تم الفتح العربي الاسلامي فيها في 641 ميلاديا 21 هجريا، في الفترة دي مين اللي عينه الخليفة رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليا على مصر؟ يعني مين اللي بعته الخليفة عمر بن الخطاب عشان يتولى ولاية مصر في الوقت ده؟ تهيألي كده قربناها شوية. قربتوها؟ قربت يعني؟ هنجاوب صح؟ إن شاء الله. طيب، اتفضل. عمر بن العاص. يا أخيرا فريق الولاد خدوا نقطة. كنتوا فين من بدري؟ وحشتونا والله. فعلا عمرو بن العاص كان اول والي مصري بعد الفتح العربي الاسلامي المصري في 641 ميلاديا 21 هجريا. كده فريق الولاد معاه 4 نقط، فريق البنات معاه 5. فتح القسطنطينيه عام 1453، مين اللي فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه انذاك؟ هل هو سليم الاول، السلطان العثماني سليم الاول، ولا سليمان القانوني، ولا بيزيد الاول، ولا محمد الثاني؟ وبالمناسبه الوالي اللي فتح او خلينا نفكر، القائد العثماني اللي فتح او السلطان العثماني اللي فتح القسطنطينيه في الوقت ده لقب بمحمد الفاتح. سهلة سهلة، ممكن ما يكونش اول اسمه على فكره. ممكن ما يكونش اول اسم وارد. وارد ما يكونش اول اسم، انا بقول وارد. اللي جابها ماشي هيكون اتفضل. هل هو سليم الاول، سليمان القانوني، بيزيد الاول، محمد الثاني؟ فتح القسطنطينيه عام 1453 وخلاها عاصمه للدوله العثمانيه. مش محمد الثاني. محمد الثاني. جواب نهائي. جواب نهائي. خلاص تفتكروا جاوبوا صح؟ جاوبوا صح. الوالي او السلطان العثماني اللي تولى فتح القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه هو حكم في الفتره من 1451 لحد 1481، وفي الفتره دي فعلا استطاع انه يدخل القسطنطينيه عاصمه الدوله البيزنطيه انذاك، والعاصمه دي كانت محصنه جدا جدا جدا، وكان في محاولات كثيره كثيره قبل هذا الشخص بانه يدخل ويفتح القسطنطينيه، بس هو الوحيد اللي فتحها. تفتكروا هو مين؟ محمد الثاني. متأكدين؟ فعلا إجابة صحيحة، هو محمد الثاني الذي فتح القسطنطينية بعد توليه حكم الدولة العثمانية بسنتين بالضبط. يبقى كده البنات معاهم نقطة. شوف نقطة. سؤال الولاد بيقول، قامت الجمهورية العربية المتحدة
هل هي 1952 ولا 1958 ولا 1960 ولا 1962؟ وبالمناسبة الجمهورية العربية المتحدة هي مصر وسوريا، وأجريت انتخابات بين جمال عبد الناصر وشكري الكواتلي علشان نشوف مين اللي هيترأس هذه الجمهورية. وفعلا فاز جمال عبد الناصر ب 99% من الأصوات، وحكم الجمهورية العربية المتحدة اللي هي مصر وسوريا فترة 3 سنين بالضبط. من كام بقى بدأت هذه الجمهورية؟ سهلة؟ طيب خلينا نفكر عشان إجابتنا تكون صح. أخذ إجابة منكم بعد 8 ثواني. وجواب نهائي؟ جواب نهائي؟ طيب تفضل. هتبقى 62. سهلة؟ 1962. جو صح؟ أنا أظن إن هي 58. أظن أيوة صح 62، ولا تظن إن هي 58 زيهم؟ 62. 62. أنا مش يعني أنتوا عيبني، فالموضوع بالنسبة لكم برضو بس محتاجين شوية ثقافة يا شباب. يعني الجمهورية العربية المتحدة يا شباب قامت 58 وانتهت 61. الإجابة مش صح للأسف، خسرت نقطة. قامت الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وترأس هذه الجمهورية الرئيس الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر. استمرت هذه الجمهورية العربية المتحدة من 58 حتى انفصلت مصر عن سوريا 61. بس برغم انفصالنا إلا أن كان في بيننا اتفاقية اسمها اتفاقية الدفاع المشترك. خدتوها؟ لا دي هتاخدوها. بس هتاخدوا ما عندكم المعلومة؟ شايفين البنات عندهم المعلومة، يا عليكم. نشوف الولاد. السؤال بعد كده بيقول مش صح. طيب خلينا نغير السؤال. والله كنت عارفه، خلينا نغير السؤال. انا ما كنت شايفه اصلا. طيب خلينا نغير السؤال. هو اللي حصل دلوقتي المشاهدين ما خدوش بالهم ان بسرعه السكرول رول يعني عدى السؤال فظهرت الاجابه، عشان كده احنا غيرنا السؤال خالص عشان يبقى فيه شفافيه. ماشي اوكي، عيني والله كنت عارفه ما شفتوش. طيب تمام، خلينا نشوف السؤال اللي بعده. وقع عقد امتياز شركه قناه السويس، هل هو عباس باشا ام سعيد باشا ام اسماعيل ام توفيق؟ هنا السؤال بيقول مين اللي وقع عقد الامتياز، يعني مين اللي قال احنا هنحفر قناه مع دليسيبس، هذه الشركه الفرنسيه التي قدم صاحبها مشروع حفر قناة السويس الجديدة في الوقت ده كانت جديدة بالنسبة لمصر يعني. هل هو عباس باشا ام سعيد ام اسماعيل ام توفيق؟ عباس باشا. هو كان اسماعيل. خلينا نفكر، احنا عندنا وقت. اخد اجابة منكم بعد ثانية. مين اللي وقع حفر عقد امتياز شركة قناة السويس الأول والثاني؟ الأول والثاني، يعني هو نفس الشخص. عباس، سعيد، اسماعيل، توفيق. ماشي، هو هيكون اسماعيل. هما جاوبوا صح؟ أظن. جاوبتوا صح؟ لا. اسماعيل تم افتتاح القناة في عهده. ما هو انا المعلومه اتلخبطت يعني. لا هو بيقول لك ايه، وقع عقد امتياز شركه قناه السويس، يعني النوادة مع فرناندو ريسبس على القناه، ان يعني احنا هيبقى عندنا قناه في مصر تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط. هذه القناه هنسميها قناه السويس. وبالمناسبه الشروط بتاعه قناه السويس كانت شروط مكحفه لمصر والمصريين. كانت شروط ظلمه جدا جدا، ان احنا هنحفر ترعه باربع اخماس العمال، وهندي ايجار للسفن اللي ماشيه، هناخد مننا حاجات كده يعني. فتفتكروا بقى ده كان اسماعيل؟ لا، اسماعيل تم افتتاح القناه في عهده. لكن اللي تم حفر او عقد امتياز شركه قناه السويس سواء الاول او الثاني كان سعيد باشا. فطبعا هنا الاجابه للاسف مش صح. كده معانا فريق البنات معاه 6 نقط، فريق الاولاد معاه 4 نقط. في امل، في امل صح. بصوا مفيش حياة في الدنيا من غير أمل. ممكن تبقى جاية متأخر جدا. عارفين فكرة قصة الضفدعة؟ عارفينها؟ الضفدعة والأرنب؟
اسمعوا عن القصه دي. مين فيهم اسرع، الضفدع ولا الارنب؟ الارنب. الارنب وسوري والسلحفه، هي كانت سلحفه صح؟ صححوا لي كده، السلحفه ولا الارنب مين اسرع؟ الارنب. السلحفه كانت ماشيه هي والارنب وهيعملوا سباق. الارنب قال دي سلحفه ماشيه بالراحه حبه حبه، طب انا هنام شويه على بال ما هي ايه سبقته. فاللي حصل بقى ان ايه اللي حصل؟ هي سبقته، هي اجتهدت وتعبت واشتغلت على نفسها حلو جدا وراحت ايه سبقته. فكانت النتيجه غير متوقعه، ان السلحفه هي اللي هت ايه تكسب. مش معنى ان انتوا سلحفه، لا هي اوعوا تفهموني غلط. اول قاضيه في مصر، سؤال البنات، اول قاضيه في مصر، لا للولاد. الولاد. طيب خلينا مع الولاد. هل هي ايفا هبيل ام انا العفيفي ام تهاني الجبالي ام عائشه راتب؟ فكر. اول قاضيه مصريه تولت هذه القضيه، يعني هذه السيده العظيمه المستشاره الجليله في 2003، اخذت منصب اول قاضيه في مصر كان في المحكمه الدستوريه العليا. يا ترى هي ايفا هبيل ولا امل عباس، امل عفيفي ولا دهاني الجبالي ولا عائشة؟ تبقى تهاني الجبالي. متأكدين؟ اه. جواب نهائي يعني؟ ايوه. يعني واثقين من الفوز المرة دي؟ ان شاء الله. اصل انا بخاف من تسرعكم بصراحة. ايفا هبيل ما سمعتش عنها، امل عفيفي وتهاني الجبالي هما اللي خدتهم في تالتة اعدادي. طب تعالى كده نفكر ولادنا، مين ايفا هبيل؟ يمكن تطلع هي اول قاضية. ماشي بس. يمكن اكيد قضيه مصريه، هما كلهم مصريات على فكره. ماشي كلهم، يعني كلهم مصريات، احنا مش جايبينكم حاجه من بره. طب ليه ما روحتش ايفا هبيل؟ يمكن اول قضيه في مصر. بس مش هي. مش هي؟ طب انت عارف ايفا هبيل اصلا كانت منصبها ايه؟ ايفا هبيل كانت اول عمده في اسيوط سنه 2008. امل عفيفي اول مأذونه. عائشه راتب كانت وزيره شؤون اجتماعيه. فاول قضيه هي فعلا المستشاره تهاني الجبالي. فعلا جاوبتوا اجابه صحيحه وعدلتوا النتيجه الى حد ما، يعني الى حد ما بقينا شويه البنات معاهم 6 نقط والولاد معاهم 5 نقط، وده دليل على الكلمه اللي انا قلتها لكم، انه مش شرط ان اللي يكون قدامنا سابق هو اللي ممكن يفوز. احنا مثلا كان علينا السلحفاه. لا 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 بالعكس، انا مبسوطه جدا بيكم النهارده بجد، بس احنا دي قواعد حلقتنا وقواعد مسابقتنا، انه في اكيد فريق فايز وفي فريق مش خسران. هو فايز معلومات عامه كتير اضفت لكم النهارده، فهي المعلومات اللي انتوا اخذتوها النهارده دي مش ممكن تنسوها صح؟ هتنسوها؟ لا تهيألي ولا هتنسوها ولا هتنسوني، لان انا يعني تقريبا كانت الاسئله كلها اللي انتوا عارفينها راحة للبنات تقريبا كده صح؟ انا حاسه ان دول ما احنا شغالين اسئله تيجي البنات هم اللي يعرفوها، والعكس صحيح، ما اعرفش ده من حسن حظنا ولا ايه. بس على العموم على كل حال احنا معانا فريق فايز النهارده، هو فريق البنات كوثر وداليا، الفريق اللي فايز النهارده قناه مصر التعليميه بتقدم لكم شهادات تقدير علشان انتوا شاركتوا في برنامج سر التفوق وكان ادائكم اكتر من رائع. فريق الاولاد احنا كسبنا وجودكم معانا النهارده محمود ومحمد، وبنتمنى لكم مستقبل كبير جدا جدا جدا، وسعيده جدا ان انا شفت ولاد النهارده عندهم ثقافه مش موجوده في الكتب، يعني معظم الاسئله اللي احنا شفناها ما كانتش موجوده في الكتب، وده الهدف من البرنامج بتاعي اللي هو برنامج يوم الاحد سر التفوق، ان انا بجيب لك اسئله هي ممكن تكون ما عدتش عليك قبل كده، بس ممكن تكون قريت عنها في كتاب او شاهدتها في برنامج تلفزيوني او فشكرا جزيلا لداليا، شكرا جزيلا لكوثر. شهادات التقدير مقدمه من برنامج سر التفوق قناه مصر التعليميه، تحيه كبيره جدا 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 ليهم علشان هم النهارده اسعدونا بوجودهم. كنت سعيده جدا بمحمود ومحمد، واكيد هنقابلكم في مرات تانية، وسعيدة بحضراتكم وسعيدة ان انا كنت معاكم النهاردة في سر التفوق. استنوني الحد الجاي برضو في سر التفوق، ولكن استنوني بعد نص ساعة بالضبط مع برنامج السفير الصغير، ومعنا مفاجآت كثيرة النهاردة
انتظرونا الى اللقاء.